لازم كل المولات اللي تنبني والعمارات المفروض يكون بها باركات تحت الأرض، أو مثلا الأسواق العامة لازم يكون مثلا بارك أبو طوابق، يعني أكثر من طابق، حتى أصحاب المحلات أصحاب الشغل، لأنه أغلب المكان دي يصير بها سايد ثاني أو يكون مكانات ممنوع الوقوف فيها، فهذا يسبب إزعاج للمواطنين وللشارع يعني. فالمفروض لازم نحتاج كثير باركات، يعني نحتاج يعني ساحة وقوف، وكل المناطق اللي تكون بها مزدحمة مثل الأسواق المكانات العامة، وهذا لازم يعني المفروض يعني بالذات تحديدا الجامعة، الجامعة والزهور والمثنى والمصارف، المصارف هم بها ضيق يعني اختناق مروري بها. والله ان شاء الله يم الحكومه، يعني المفروض البلديه تجبر اهل العمارات وهاي من يبني لازم يخلي مكان وقوف وباركات يبنيها معها، خاصه احنا ساعدنا السوق مثلا هاي كثيفه، الجامعه ما بها اي مكان وقوف، فقط الاول سايد، والسايد الثاني ممنوع احد يقف فيه على الجهه الثانيه. مفروض يعني هسه يباشرون سياج الجامعه لو اقدموا شويه واسوي باركات خصيصا الحكومه متفيد بها الحكومه وهم السوق ينتفع منه. والله الازدحام يصير حيل بهذا الشارع، يعني خاصه شارع الرعايه هذا على طول يصير ازدحام به الشارع، فنحن نطلب يعني من جهه الحكومه انه يوفروا لنا ساحات حكوميه تخف الازدحامات، الناس تجي المتبضع يجي ياخذ راحته، يصير مشاكل وسوء تفاهم بينات السيارات من سبب السيارات المزدحمة اللي تيجي من على الشارع فوتن سياراتهم داخل الفرع.